كنت على جنب خالص. اقول لك ايه بعد السؤال الثاني
هيقول لك العيان اللي عنده بطن كلينيكالي هيجي يشتكي من ايه؟ اللي عنده بطن كلينيكالي بيشتكي من الاتي. اول حاجه يا اولاد مانيفستيشن اوف تيوبركلس توكسيميا، كل الكلام اللي انتوا بتكتبوه دلوقتي موجود. مانيفستيشن اوف تيوبركلس ايه؟ توكسيميا. انا عايز الناس تبقى قاعده وتبص عينيها. انت هنا ده اكس راي، يبقى انت جاي للرؤيه. واخدين بالكم؟ ما عينيك ما تسرقش انت نص الاشعه. يبقى هنا اول حاجه مانيفستيشن اوف تيوبركلس توكسيميا. ناي فيفر، ناي سويتنج، انوريكسيا، اند لوس اوف ويت. الحاجه الثانيه العيان هيبدا يشتكي، خلي بالك من اللي انا بقوله، بيرزيستنت لوكالايز باك بين. ما ينفعش واحد دون الاخر. بيرزيستنت لوكالايز ايه؟ باك بين. ليه؟ لان الباك بين از فيري كومن بروبلم، فيري كومن كومبلين لكثير من الناس. يعني حضرتك لو قاعد محاضرتين طوال ورا بعض، لما تخرج المحاضره تروح في بيتك تقول لي ايه؟ وجعني، حد مش مظبوط، نمت نومه مش مظبوطه، نفس القصه. بس الباك بين اللي عندك مش هيبقى بيرزيستنت يوم يومين من وينتهي. الحاجه الثانيه مش هيبقى لوكالايز، هيقول لك ظهرك يوجعك من الظهر كله بيوجعني، لان غالبا نتيجه مصر. بس هنا ده لازم يكون لوكالايز عشان ده لوكال باثولوجي في الدبري، ويكون بيرزيستنت موجود اول ذا تايم. النقطه الثانيه ممكن العيان يشتكي من ايه؟ يشتكي من ديفورميتي. ديفورميتي بصورة ايه؟ يقول لك يا دكتور انا بقيتش اعرف اقيم ظهري لان عنده ايه؟ كيفوزس. او ظهري معوج للجنب كده عنده ايه؟ سكوليوزس. يبقى جاي بفرتبرال ديفورميتي بصورة كيفوزس او سكوليوزس. الحاجة الأخيرة بتقول الطامة والكارثة بتاعت الكوربا، إن الولد يجي له بارابليشيا. ممكن يجي له إيه؟ بارابليشيا. أستاذنا ربنا يديله صحة الدكتور يحيى الجمل يقول لك ايه؟ يقول لك هي البارافيشيا تيجي للبوكس ليه؟ والبوكس يجي له بارافيشيا ليه؟ البوكس ده يجي له بارافيشيا في الاسباب الاتية. أول حاجة اند ارترايتس اوف ذا جرانس، كرونيك انفلاماتري ديزيز. ممكن يعمل هايبروزس أو كرونيك انفكشن للانتيريو سباينال ارتري، فيحصل ثرومبوزس في الانتيريو سباينال ارتري، فيحصل انفكشن في السباينال كورد، تطير في السباينال كورد، يجي له ايه؟ بارافيشيا. النوع او السبب الثاني للبارابليجيا كومبريشن باي ذا كيزياس ماتيريال. انتوا عارفين ان الدي بي السكندري تايب بيطلع كيزياس ماتيريال. الكيزياس ماتيريال دي تتلاقى تتجمع بيكون لي حاجه اسمها كولد ابسنس. الكولد ابسنس يطلع على مين؟ السباينال كورد، يقوم عامل بارابليجيا. السبب الثالث حركه مفاجاه، واحد قال له انا هعدل لك ظهرك، فضغط على الفرتبري مره واحده عشان يفردها، حصل سبلكسيشن في الفرتبري، الفرتبري اتحرك. لما الفرتبري تتحرك وقطع مين؟ السباينال كورد اللي ماشي جواه. ده سميها سبلكسيشن في الفرتبري، فبعد السباينال كورد العيان يوصل عنده ايه؟ بارابليجيا. يبقى البوكس يعمل بارابليجيا ليه؟ اول حاجه انت ارترايتس اوبريتران نتيجه اوكلوجن الانتيرو سباينال ارتري. الحاجه الثانيه نتيجه كومبريشن في الكورد ارتري. الحاجه الثالثه سبلكسيشن في الفرتبري. تعالي يا ابني الواد ده ازاي؟ اقول له يا بيه العلاج بتاعه اول حاجه هي انتي توبكلس، هذه انتي توبكلس. النقطه الثانيه العامل بتاع العظام يعملوا فيكسيشن للفرتبري، يثبتوا ايه؟ الفرتبري بتاعي. في مشاكل؟ ده اول منظر اللي هو البوكس ديزيز، ممكن يبان كده وممكن يبان في الانترو بوستيريور فيو بهذا الشكل. طبعا انا اعترف اعترف صريح ان الاكس راي اوف باد كواليتي، لكن هي لا تقدر تكون حقيقه. ان هنا لو بصيت على الاكس راي قد يهيئ للبعض ان دي اكس راي شفت العظم، لكن لا يصح. ليه؟ لو بصيت هتلاقي الفرتبري اوضح منين؟ من الهارت. الفرتبري اوضح من الهارت، اكن الهارت ورا مين؟ الفرتبري. ليه؟ لان ده انا مصور عين انترو ايه؟ بوستيريور. الفرتبري اوضح من الهارت في هذا الفيو، زي ما قلت عليه انتو بوستيريو. لو مشينا هنا ادي الثوراسيك فيرتبري، تيجي هنا اللمبر فيرتبري اولها هايل، امشي مع الاله معايا هتلاقي الفيرتبري بتتهاوج هي وتلاقي اختلف وتكلف تاني. ده بسميه ايه؟ سكوليوزس. هو اللي يعمل سكوليوزس ان في فيرتبري اتكسرت. اللي هيكسر الفيرتبري قلنا اسباب كثيره، احنا مهم مين؟ البوتل ديزيز. يبقى البوتل ديزيز
يظهر في الأنترو فيو أو أنترو بوستيريور فيو. طيب افترضنا إن أنا بصيت على أنترو بوستيريور فيو زي ده أنترو بوستيريور فيو، بصيت هنا على الفرتبري سليمة تماما، هنا الفرتبري سليمة، هنا الفرتبري سليمة، هنا الفرتبري سليمة، هنا سليمة، مفيش ديستركتيف فرتبري. ده ينفع يكون بوكس؟ ما ينفعش. هذا ما ينفعش يكون بوكس، أنا عايز الأنترو بوستيريور يا إما بوكس يا إما سباينا بيت. ما لقيتش بوكس، دور على سباينا بيت، يا ترى في سباينا بيت ده ولا مفيش؟ شوف كده لو بصينا هنا في سباينا بيت ولا لا، تخيل الكلام ده عندنا الفرتبري اللي فوق دي ودي سلام تماما، انا بس هتشاور بالقلم وبعد كده خليك تبص تشوف تعرف هتشاور فين. بسميه ايه؟ برايمري. لكن عايز اللي كان كويس ولا كان عنده يعملها على نفسه تاني بسميه ايه؟
لا هنا لازم يكون ايه برايمري اللي هو مولود ايه. الحاجه الثانيه ممكن العيان يشتكي من السويلنج في الميد لاين اوف ذا باك. ليه السويلنج في الميد لاين اوف ذا باك حصل؟ لان بمنتهى السهوله انا عندي هنا الديفكت موجود فيه الكارتيري ممكن يطلع منه منينجيز وعادي يتقف ومعمل لي منينجيز. ممكن يطلع معاها منينجيز ده الفاينل جول يعمل لي منينجو ايه؟ مايوسيل. يبقى ممكن الاقي ميد لاين سويلنج في الباك يا اما في صوره منينجو ستيف او منينجو مايوسيل. يا اما يجي بالفلوبي نت اوف كورس دوت نت يبقى عنده هايبوتونيا واصل ويكنس كل الكلام ده فين؟ في الدور نت. علاجه ايه سيرجيكال؟ وانت التدخل الجراحي لو كان في كومبلين يعني 5% اللي بعملهم جراحه 95% زي ده انت لسه ديسكفري مش عامل له حاجه اقول له اكنك ما شفتش حاجه ولا احنا برضه شفنا حاجه. الكلام واضح؟ يبقى العلاج سيرجيكال بريبريشن. او غير منتظم وتلاقي فيه نهايتها زي هنا كده نهايه الفرتبري زي هنا كده تلاقي طالع كوس او اشواك في بيكنج او فرتبري او اوفر شيب فرتبري. الاوفر شيب فرتبري يا اولاد ده هنشوفه في حاجتين عندنا في طب الاطفال. الحاجه الاولانيه الكريتينيزم. بس الكريتين هياخد دي 12 والاند واحد وال2 كم فرتبري؟ 3 ال12 ال1 ال2. اما الام بي اس هياخد كل مين؟ الفرتبري. بيكو بوليس اكاردوس ياخد كل الفرتبري. انا لما الاقي اوفر شيت فرتبري عندهم لقيتهم اكتر من ثلاثه يبقى على طول ايه؟ ميوكو بولي ساكاريدوس. هنا عددهم ايه؟ كلهم يبقى ده ايه؟ مع الام بي اس. لو الفرتبري واضحه هتلاقي اساس الريبس واضحه زي ده. هتبص على الريبس كده هتلاقي الريب انا بحدده لك هتلاقيه عريض. طيب انا كده بحدد احد الريبس لكن كل الريبس واضحه. الريب عريض قوي. الريب عندنا ايه؟ بيبقى عريض. انا همسح عشان تشوفه. الريب هنا عريض عامل زي المفتاح. ده بنسميها ايه؟ سباتيوليتد ريبس. سباتيوليتد ريبس مع اوفر شيفت فرتبري تساوي ميوكو بولي ساكريدوس. نعم. سباتيوليتد ريبس يعني زي المفتاح. قول عامل زي المفتاح. عريضه وزن. الريبس عريضه عريضه. وده في كذا وده في كذا وده في كذا كل الكلام ده بالنسبه لصالح البوز
لكن انت ما تشغلش نفسك كفاية قوي صعب تلت عليك. ده مين؟ الميوكو بولي ساكاريدوس. نيجي نبص على الانتريك ايه رأيك حضرتك؟ بعد كده
ملاش دعوه بالاشاعه اكثر من اللي انا بقول لك عليه دلوقتي، لان في حاجات ثانيه بتنزل الوجود. اولا ده المستوعب بالثابت وده نبقى في مكانه عادي. نعم لما نبدأ احنا بقى ندي العيان علاج، شوف بقى اول حاجة للبيان الهيدروكسيمر ايه. بص على الهيدروكسيمر بسبب تبدأ يحصل لها اوستيفيكيشن اهو. شايفينها؟ اوستيفيكيشن اهو. بتاع الهيدروكسيمر بدأ يحصل. ده مجرد ما تبدأ علاج على طول شهر اثنين بتتابع الريسبونس ازاي، بص على الهيدروكسيمر تلاقي الحمد لله بدأ يحصل اوستيفيكيشن. طيب. بعد كده نيجي هنبص على الاكس راي ده. نعم انتريس راي موجود عنده هيدروكسيمر موجود. اه اه ريتم القصه الثانيه برضه تمام على التيروتين المسؤول. التيروتين المسؤول برضه هيدروكسيمر نيجي بقى نبص على الاكس راي ده. اول حاجه قال ان السبيلا اللي هي الكثير موجوده مش موجوده، لكن هتلاحظوا هنا حاجتين. اول حاجه ان الفيمر قصيره، بصوا على الفيمر هنا قصيره، قد يكون الكلام ده في الفيمر الفوبر واللور اند اوف ذا فيمر واخده شكل المشروب شيب، شكل مشروب بالظبط من تحت، لدرجه لما تبص عليها كده بيسموها انفيرتد دي سايد، لان الجبنه حرف 8 مهندوس سموها انفيرتد دي سايد. ليه؟ لان التو كوندايل ادت اللاترال كوندايل والميديال كوندايل اللي فيه كبار قوي. تمام؟ والفيمر قصيره، يبقى لما الاقي الفيمر قصيره والتو كوندايل اوف ذا فيمر كبار واخدين شكل مشروب شيب، ده بيلاقيه مرض شديد جدا اسمه اكوندروبليزيا. اكوندروبليزيا او هايبوكوندروبليزيا ده موجود عندكم في البون ديزيز. ايه الكوندروبليزيا؟ ايه رايك في الكوندروبليزيا؟ نعم استبيلت استبيلت عنده هايبوثيرويديزم كمان مفيش هذا الكلام. الواد عنده ايه كوندروبليزيا؟ الايكوتروبيكا بقى النقص الهرسس ايه؟ اوتوسومال دوميننت. وعلام اوتوسومال دوميننت كلنا متفقين ان في الاوتوسومال دوميننت ديزيز بيبقى اكتر في الولد ولا البنت؟ في الاثنين زي بعض. برافو عليك. طيب كل دوميننت ديزيز لابد ان يكون احد الابوين العب بين الاب والام نورمال، لان موست كومنلي هتلاقي فيديو ميوتيشن. العيان ده بيبقى عنده ايه بقى؟ تبص على الولد ده تلاقي راسه كبيره. هايبر سكال كبير. كبير ليه؟ لسببين. السبب الاولاني قلته في اسباب الهايدروكيبلا ان في الاير كوندروبيزيا بيبقى عندهم الجزء بتاع السيريبيلر فاستا بيبقى فلات شويه. شالو بوستيريور فاستا. ده تقلل السب اراكينويد سبيس هتبقى اديها شويه تعملها هيدروكيفاليك تشيز. لو جينا دخلنا في موضوع تاني اسمه ميجالينكيفالي في الديفرنشال دايجنوزس بتاع هيدروكيفاليك، قلنا الميجالينكيفالي سببه ايه؟ يا اما السايز اوف ذا برين سيلز زاد، يا اما النمبر اوف ذا برين سيلز زاد، ومن ضمن اسبابه الايكوندروبيزي. يبقى ايكوندروبيزي ممكن تعمل هيدروكيفاليك وممكن تعمل ايه؟ ميجالينكيفالي عندنا. رأسه كبير. النقطة الثانية الترانك عندهم نورمال. الترانك ايه؟ نورمال مفيش مشاكل عندهم في الفيرتيبل. يبقى لو جيت قلت الابر سيجمنت عندهم طبيعية ولا مش طبيعية؟ ترانك نورمال، فيرتيبل طبيعية، يبقى الابر سيجمنت طبيعية. ما المشكلة فين؟ عندهم في الفيمر والهيومرس بيبقوا قصيرين. الفيمر والهيومرس لما يبقوا قصيرين، تعالى بقى شوف الهيومرس قصيرة. لما الهيومرس قصيرة يبقى دراعه قصير،
يبقى الاسبان بتاعه صغير. الوضع صغير لكن الاسبان اقل منين؟ من الحيض. يبقى proportionate ولا disproportionate؟ disproportionate. الولد ده لما يجي يقف، وهنشوف الكلام ده راي العين اذا تشوفت في عين نفسه، لما يجي يقف ويحط ايديه جنبه، اي واحد فينا يقف كده ويحط ايديه جنبه هيلاقي التيب اوف ذا فينجر وصل الى الميد ثاي، منتصف الثاي. هنا ما يوصلش التيب اوف ذا فينجر الى الميد ثاي، ما بيوصل ميد يضرب على الليفل بتاع الجريتر تروكانتر او الليفل اوف ذا هام جوينت. لذلك العيال دول لما تيجي تسال في الامتحان هي نوع البلاطين اللي بيلبسوها ايه؟ يكون الجيب زي الجيب بتاع الاساتذه كده اللي هو الكلاسيك العادي، ولا الجيب بتاع الشباب اللي هو تحت البطه تحت حزام البنطلون؟ تحت حزام البنطلون. وده فعلا اذا مصممه اول واحد صممه على مستوى العالم دردي عنده بالكوندوبليزيا. وكان عنده ايه كوندوبليزيا؟ البنطلون العادي. البنطلون العادي عشان يحط فيه حاجه ويجي يجيبها لازم يوقف ويعمل مشاكل عشان يوصل للحاجه دي. هو اول واحد صمم الجيب اللي تحت ايه؟ تحت الحزام ده، واصبح تقليعه او موضه الناس ايه؟ الناس بتاخد فيها. واي واحد طبعا اي حاجه الكل بيقلده. فهي من هنا بدا يعمل هذا الكلام. مش كده وبس، انا بقول لكم كلامي سريع مربوط. في الجيوب اللي ورا، الجيب اللي ورا ده البنطلون مسلسل في التصميمات القديمه ما كانش موجود. برضه مين اللي اخترع الجيب بتاع البنطلون اللي ورا ده؟ تحت الكوندوزيت. ليه؟ لان كل هذه الجيوب في متناول ايه؟ في متناول ايده، فيقدر يتعامل معاها. المهم نيجي بقى نبص الفيمر القصيره. الفيمر القصيره تلاقي اللور سيجمنت عنده اقصر من الابر ايه؟ سيجمنت، فبالتالي عنده ديسبروبورشن لور سيجمنت، يبقى الاسبان اقل من الهايت واللور سيجمنت اقل منين؟ من الابر سيجمنت. المنتاليتي بتاعتهم اول ذا تايم نورمال. الا العيان اللي قدامي ده لان هو مش عنده ايه كوندروبيزيا بس عنده ايه؟ كريتينيزم كمان. طيب واحد يقول لي بتوع ايه كوندروبيزيا دول فين؟ بتوع الايكوتروبيز دول هتلاقيهم ناس عايشين وطنهم، وبنشوفهم كتير قوي في المكشاف بتاع قصاع الاقدام. هتلاقيهم كلهم قصاع الاقدام كلهم عندهم ايكوتروبيز. هتلاقيهم في بعض الافلام بيجيبوهم يعني كنوع من الفكاهه او المسرحيات اللي هو عنده ايه؟ ايكوتروبيز. انا امبارح تحديدا وانا رايح اجيب المذكرات دي من مكتب التصوير، وانا بقى بارك العربيه لقيت واحده ايكوتروبيز طالبه في الجامعه معدية عليه. حاجة موجودة وفي كومنت ومتواجدة في كل مكان. فبالتالي بنقول ان العائلين عندهم ايه كوندوبيزيا كويسين جدا، ما عندهمش اي مشاكل الا لو كان في اذر كوز ولا اذر افكشن. طبعا ما لهمش حل وما لهمش علاج الا لو جراحية، يعني ممكن بتاع جراحة الاعظام يعمل لها تطويل العظم في تناوله، وارد يعمل اي حاجة. احنا بنسمع لكم الريكت بتخليني الان في السب جروب هنرشح كل خطين مع بعض. انت فاكر؟ نعم. لان هناك الريكت بينها كنت بشوفها شويه ما كانش الريكت البديله الموجوده راديولوجيا اكثر نقطة صباعي من الاندوكريت. ايه؟ Thank you.
هتلاقي أكثر جزء في البوك هو الهيد والميد شافت ايه؟ رفيع. لو بصيتوا للإكس راي ودي هتشوفوها على القرب هوريهالكم كله صفين مع بعض. هتبصوا هنا على الإكس راي الهيد هيك والهيد هيك وتلاقي الشافت اوبن ميتا كاربون تخلي لدرجة إن أنت مش شايف تحت من شاف كله تخلي ليه؟ لأن المظلة هنا يا ولاد بقت فيري وايد بقت هايبر أكتف ليه؟ عشان الوقت عنده كرونيك هيموليتيك إيه؟ أنيميك. ولو بصينا جوه البون زي الفصل اللي قدامي شايف هذا الكلام هلاقي إن جوه الترابيكري بتاعة الزامري كافيتي ده بيدير في الإكس راي كحساب التخييم اللي إحنا بنشوفه بتاع الركام الآن بتاع الركام بيسموها إيه؟ موزايك يتهيأ للبعض يقول لك ايه هو ده المرض انت حطيت المرض فين
والمرأة هيفيدوا ايه؟ انا ما بقيت حي يا ولاد، انا ما بديمش مرو عشان اصلح الهيماتولوجي كمان ليه؟ انا بدي المرو لحدث تاني ان الام يو كلاب اصبح من المرو، اصبح ليه؟ من المرو. فانا لما نقل له مرو دي هيدخل اوستيو كلاب تقريبا، والاوستيو كلاب تقوم شايله البيانات عن بعد وتظبط الدنيا، والدنيا ايه؟ تتظبط. فبالتالي البون مارو هيصلح لي مش هيماتولوجيك مانيفستيشن بس، البون ايه؟ مانيفستيشن كمان، والهيمات فيليمنج هيتحسن، والنظر هيتحسن لو لحقنا بدري الى اخره، لان اللي بزرع مارو مش عشان هيماتولوجيك، عشان الاوبتيك وارد اصبح جاي من ايه؟ من برايمري اوبتيك اتروفي، بس عندك دي سكندري اوبتيك اتروفي، وفي برايمري اوبتيك اتروفي. طيب البرايمري هو نتيجه ايه؟ هو كان بيسموه برايمري اوبتيك اتروفي ليه؟ لان هو لا يوجد اي باثولوجي في النيرف ولا غيره، كل موضوع الفتحه اللي لا في باب القديم ولا في اي حاجه، ولا القصه دي كلها الفتحه دي لما تضغط على النيرف تعمل حاجه في دي النيرف فايبر، لكن مش باين اي علاقه في التشيز خالص. نعم كراني نرف انفلاميشن، برين نرف ما بيدخلكيش اي عيان عنده فيليا نرف اوبتي خالص خالص، بقول لك ما بيدخلكيش عيان عنده فيليا نرف اوبتي، وصعب نعمل كراني نرف انفلاميشن في عيان صغير، يحصلوا له بص هنا وبص هنا وما يعرفش يبص. طيب لازم واحد يركز عليه متقلال ويجي له من البطن، عايز اقول لك ما عنديش مشكله ما عنديش مشكله. طيب بعد كده نيجي للحاجه الثانيه انه ممكن يجيب لي فيه اللوك بومز، اخر حاجه اللوك بومز وات مكسر زي ده دلوقتي تشفش مالتيبل فراكشن، تبص الواد على رجليه كده عامله ازاي؟ مكسر ما تقدرش تلاقي شايف لا فيه ولا فيه ولا فيه بيرم، عامل زي حاجه كده مخطوطه على بعض. هنا ده بنسميه اوستيوجينيسيس امبرفكتو، بنسميها ايه؟ اوستيوجينيسيس امبرفكتو، دي المواضيع اللي عندكم في الفوق. الاوستيوجينيسيس امبرفكتو ده شيء ديفكت، شيء ديفكت، مشكلته ايه يا ولاد؟ ان ما عنديش كولاجين فايبر فورميشن، دلوقتي ما عندوش كولاجين فايبر كافي، ايه المشكلة في الكولاجين؟ او الكولاجين تدخل فين؟ الكولاجين دي يا ولاد عاملة زي لعابة من الحديد، دي في الحديد اللي انت تفضل في اي مبنى. فبيقول مثلا انا لما اجي اعمل عمود خرسانة، عمود خرسانة ليه؟ طلبوا رمز، ده سكيبتي. او حاطط عليه شوية اسمنت عشان يحصل ايه؟ يتحول من حاجة صلبة إلى حاجة صلبة. لكن عشان أدي العمود ده قوة تلاقي حاطط جواه ارتياح من ايه؟ من الحديد. ده حديد الكولاجين فايبر موجوده في العظام وفي الكليه تيشو عشان تعمل سبورت وقوه وعزم للشيء ده. ولذلك لو انت عندك سكيلتون وتحت الاخوه ومهمله وتيجي تبص على السكيلتون تلاقيه تروس، هتلاقي ان هو السكيلتون عامل زي زي بالظبط الكروب العنكبوت، حاجه كده زي الكروب العنكبوت. الكولاجين فايبر ايه؟ الكولاجين فايبر من طبقه التيشو. يبقى الكولاجين فايبر هي بتعمل سبورت للكور. طيب الولد ده ما عندوش كولاجين فايبر، يبقى العظم عامل زي ايه؟ زي واحد طابب عمود خرسانه ومش حاطط جواه حديد. ده اللي يحصل، العمود ده يبقى قوي مش قوي، مع اي بريشر او اي خبطه يتخبط بسرعه كده، هو بسهوله شديده. ليه؟ لان مفيش عندي حديد ايه؟ كفايه. فهنا العظم عنده فيري فراجايل، لما يبقى فيري فراجايل اي خبطه خليها تخسر ايه؟ العظم. لذلك دلوقتي بسميه فراجايل بيبي، لان علايبل اي انفكشن. طيب النقطه الثانيه، بتلاقي السبورت بتاع الكولاجين فايبر في السنان مش موجود، فتلاقي عنده مال فورم كتير، سنانه ضعيفه وتزود وتقع وتتساقط الى اخره. مفيش كولاجين فايبر سبورت للسكليره. تبص على السكليره تلاقي عنده بلو ايه؟ بلو سكليره. يبقى عندهم بلو سكليره، عندهم مال فورم كتير، عندهم ان ما فيش كولاجين سبورت للبون تبدا البون ايه؟ كلام واضح؟ ده شكل الاوستيوجينيسيس امبرفكتو، هي كذا نوع هطلعها.
طيب واحد واربعة طيب وان وطيب فور دول ماهي الفور طيب طيب ودول يقولوا في حالة تسومة الدومينة تسومة ايه؟ طيب طيب اثنين وثلاثة اثنين وثلاثة بس يبيل طيب كمان كان بيقولوا في حالة تسومة الدومينة ناوة دي تسومة الدومينة تمام يعني كل دلوقتي الاوستوجينيسيس امبرفكتا بتدخل تحت الاوتوسوم الدومينانت ايه دي كل الاوستوجينيسيس امبرفكتا اللي هنشوفوها هي مانجينيتا تايب ومانجينيتا هي السيفير تايب دي لان هي امانتر ايه فراكشن اما الطرد اللي حاجه اسمها دي فور امرانا ما بتنزل معاها من الكلام اللي بتاع الميدان لان كنت فاجئ ان تلاقي طالب تقول لك فلان قال لنا في الامتحان اذا جاب لك الوضع على بعضه يبقى دي كونجينيتا جاب لك رجله بس يبقى دي ايه ما انزل الله في هذا الزوق ابدا في اضغاط واحلام ازاي يعني؟ انا اللي بطور الرجل وانا اللي ببعت اقول له صور العيان كله كويس؟ انا ببعت اقول له صور العيان كله انا ببعت اقول له فيها رجلين تمام؟ يبقى مش معنى ان هو بتصور العيان كله يبقى ليه كونجنتا رجليه بس يبقى ده ايه؟ طرده انت الكلام ده يبقى صحيح يعني لو في الطرده الجزء الفؤادي الذي يوصل ما بيفهمش هل الكلام ده موجود؟ يبقى اي ستيدي فراكشر بتشوفه لو ان شاء الله جيب لك فرده واحده رجل واحده يبقى ده ايه؟ يبقى ده كونجنتا. علاجهم ايه؟ كل موضوع بنعمل نبعد الوقت عن اي تروما وبندي سبورت للبور فيتامين دي وكالسيوم وكالسيتونين الى اخره عشان ازود فوق تمام؟ اللغه بتاعتها هي الخطاب. بدل الماي تايب بيبقى عنده حاجه اسمها جرافيل بون ومقور واحد فراكشر واحد او اثنين يعني مش حاجه عندي في المرض. ايه ده بقى؟ اقل سلسه وكارثه بون. ايه ده بقى؟ قال له اروح ايه؟ للسلسه. ازاي؟ لازم اليوم تيجي بتبري بتكسر لكن يعني بتبري مش مربع عمو بتشيب بتبري واكتر من ثلاثة يبقى ده ايه ميوكو بودي سكريدوس ايه ده برضو ميوكو بودي سكريدوس ده الفاترة مش حاجة مكسورة بتبري مش طبيعية عمو بتشيب ده اكتر من ثلاثة يبقى ايه بتبري سكالي اكس راي ماذا ابص على السكان اكس راي؟ ابص على ايه؟ تيجي تشوف كده اول حاجه في السكان اكس راي الفيو بتاعها بيبقى انتروبوستيريو يعني بيبقى نايم كده على البيت ويتطور كده سباينال فيو ولا ديد باستر فيو تقدر تجمع الحياه لكن الشكل اللي انت شايفينه ده اسف ده انتروبوستيريو فيو باقي في اهل بوردت ده بروفا شيء وتوردت وادي النوس وادي الابر شو اللي هو شو ما اعطلش ده معنى قوي ده اول حاجه بتهمني في حاجه اسمها كفايه لو كيشير بروبوشن كفايه لو كيشير بروبوشن بنعرفها منين باجي اخد يا ولاد خط كده على الروف اوف ذا بورد حط على ايه؟ روف اوف ذا اورت تمام؟ والجزء اللي فوق هذا الخط اللي انا بشاور عليه ده اسمه كيفاليك باط اسمه ايه؟ كيفاليك باط والجزء اللي تحت هذا الخط لحد الابر شو اسمه ايه؟ الفيشيال باط يبقى اللي فوق كيفاليك باط واللي تحت ايه؟ فيشيال باط طيب ما العلاقه ما بين الكيفاليك باط والفيشيال باط؟ احنا عند الولادة عند يبي رضيع ولادة كلهم ان شاء الله مع بعض كلهم ان شاء الله مع بعض المفروض انت جاي نصكم يبقى معاك حاجة احتياطي زي انا لازم تحت نصكم طيب معاك حاجة احتياطي ها؟ رضيع بس رضيع مش هتلاقي في الرضيع شوف يضرب فيك Thank you.
مش عادي نعطلهم. وانت خلونا هنا بالنسبة لنا هنا بقى اللي فوق ده كيفاتك بارت واللي تحت ايه فيشر بارت. المفروض ساعات الولادة في الكيفاتك بارت قد الفيشر بارت مرتين. الفيشر بارت ايه مرتين يبدأ يتساووا مع بعض تصبح النسبة واحد الى واحد من ست شهور الى ماكسيمم 8 اشهر. يعني المفروض اي واحد في بعد سنة كفاله فيشر بروبورشن واحد الى ايه الى واحد. قبل اشوف الابنورمالز اللي هنا هنشوف ايه المفروض ابص عليه تاني في الاكس راي. المفروض ابص على الاكس راي الريليشن ما بين الكورتكس والمظلة. لو انا بصيت هنا على الاكس راي ادي الانر كورتكس بتبقى واضحة خط ابيض رفيع والمظلة بتاعت يعني جزء كده جراي فوقيها وخلاص. اوتر كورتكس غالبا لا ترى. لكن الانر كورتكس عندنا هي اللي تبقى الخط الابيض الرفيع اللي جوه ده. ده نورمال. الحاجة الثالثة ببص على البريم. البريم لا يرى في الاكس راي لانه سوفت تيشو. المفروض البريم ما ينشفش. حد شاف البريم هو هنا؟ مش شايفين. طيب النقطة اللي بعد كده ببص على السوتشر مفتوحة ولا لا؟ ده كبير السوتشر قفلت. لكن بص دي انتراكنيه كالسيفيكيشن ولا لا؟ لو بصيت على الاكس راي ده هيكس ده جزء ابيض واخد نفس الدنس بتاعت البون. جزء ابيض اهو اها شايفينه واخد نفس الدنس بتاعت البون. لما الاقي انتراكنيه كالسيفيكيشن مفيش اي حاجه تانيه غيرها لا كفايه وفشل بربطش فيها مشاكل ولا اي مشكله اخرى ولقيت انتراكنيه كالسيفيكيشن بقول للمتحن والله يا بيه دي انتراكنيه كالسيفيكيشن فور ديفرنشال دايجنوستس. في المصيبه السوداء هيقول لك ايه هو الديفرنشال دايجنوستس. اقول له والله يا بيه حاجه من اثنين. كل ده مكتوب. قول له والله العظيم مكتوب. انت اجريت كالفيكيشن فور ديفرنشال دايجنوستس. ايه يا ابني الديفرنشال دايجنوستس؟ اقول له والله حاجه من اثنين. يا اما يا بيه ده يكون ميتاستاتيك كالسيفيكيشن او ديستروفيك كالسيفيكيشن هتروح الباثولوجي في سنه ثالثه كمان. يعني ايه ميتاستاتيك؟ يعني يا بيه سيرم كالسيوم عالي فبدا يتنصب في فاريس تيشوز. طيب طب ايه يا ابني اللي يعمل سيرم كالسيوم عالي؟ اول حاجه بنحب نسمعها من الطلبه فيري كومن في الاطفال اللي هو هايبر فيتامينون دي والادكويت كالسيوم سبلمنتيشن. زي ما قلت فيتامين دي لو اديته جرعات كبيره ومع فيتامين بتاع كالسيوم كتير يبدا يبدا ثاني بيه هايبر كالسيوم ومشاكل. الاحتمال الثاني يكون واد عنده هايبر بارا ثايرويدز بس برايمري تايب. برايمري هايبر بارا ثايرويدز ما ينفعش سكندري ولا تيرشي. برايمري. الحاجه الثالثه نعم برايمري او تيرشي ما ينفعش سكندري يبقى برايمري او تيرشي. التيرشي يعني ايه تيرشي يعني؟ الراجل سكندري انتظر سكندري هو الراجل كان عنده سكندري هايبر بارا والسبب راح لكن اللونج تايم ستيميليشن بارا في الهرمون بدا يحصل هايبر كليزيا فبدا يدخل في التيرشيري تايم يبقى برايمري او تيرشيري. معلش الحاجه الثالثه ان يكون عيان عنده ساركويدوز والساركويدوز يعمل هايبر كالسيميا ليه؟ لان الساركويد تيشو نفسها بتطلع اكتف فور وفيتامين دي. ساركويد تيشو بتطلع اكتف فور وفيتامين دي. الحاجه الثالثه ميلك الكالي سندروم. الناس اللي عندهم شويه حموضه كل شويه ياكل يشرب لبن يشرب لبن يشرب لبن عشان يطفي الورع فين؟ في بطنه يقوم داخل في هايبر كالسيميا من كتر شربه بالهبل. الحاجه اللي بعد كده اوستيوليتيك بون ليجن او ديستراكت بون ديزيز. اي حاجه ديستراكت بون ديزيز انا بكسر في البون هيطلع منها ايه؟ طلع كالسيوم. طيب السبب الثاني اللي احنا بنقول ديستروفيك كالسيفيكيشن. يعني ايه ديستروفيك؟ لوكال باثولوجي اون توب حصل ايه؟ كالسيفيكيشن. زي مين؟ الديستروفيك ده هنلاقيه فين؟ هنلاقيه اي لوكال باثولوجي في البرين نفسه تبركلوما سيست تيومر هيموريج الى اخره. فدي صوره من صور الايه؟ الهيموريج الموجود في البرين او كونجنتال انفكشن. كونجنتال انفكشن طيب الكود اللي بعد
وبعد كده هنشوف يا ترى السكال في بول ديفكتس ولا هنشوف بعض الاشعاعات هتلاقي السكال مخرمه كده تسويها زي ما يكون في بون لاتيكليشن. تمام هنشوف الكلام. النقطه اللي بعد كده الاوربت حوالين الاوربت شايفين ده الشكل الطبيعي بتاع الاوربت الناس بتتكلم ورا. والله انا في كل همي عشان شفت الحدث والله. المهم حوالين الاوربت طبيعي يبقى خط ابيض ورفيع. لو لقيته خط ابيض خفيف ده حاجه ثانيه هنشوفه بعد شويه. تمام نيجي بقى نشوف ايه المشاكل هنشوفها. اول حاجه الريليشن ما بين الميتاليك بارز والتكستشر بارز. نشوف كده الاكس راي لو بصيت على الاكس راي ده هي هيئة البعض اللي وقفه تحت ومش وقفه تحت من حاجة. هو الكيثاليك بارت اخدنا قط ده كله كيثاليك بارت جزء الفيشيال ايه بارت. لو قلنا الكيثاليك بارت هل ايه اكتر من الفيشيال بارت المرضين اكتر المرضين كمان. يعني حتى لو ده حديث الولادة ما ينفعش معناه ان الكيثاليك بارت كبير ده بسميها ايه ماكرو كيثاليك كويس for differential diagnosis أو macrocranium for differential diagnosis macrocephaly أو macrocranium for differential diagnosis. من هنا روفو تقاطي فيفو تبي ثاني فيش هلولك ايه differential diagnosis اللي هي عندها reproduce cancer counts. أنا ايه من هنا الهيدروكيفلس الميجاني كيفالي طيب والهيدراني كيفالي كما اقول حكوة للتاني طيب هنا بقى لو لقيت حاجة زي كده شايفين شط هنا لك ولا شايفين الشط لو لقيت الشط دي ما ينفعش تقول للهيدروكيفلس لو لقيت الشط دي ما ينفعش تقول للايه هيدروكيفلس الباقيين كلهم ما بعرفش لهمش ايه شط ايه جزء ابيض ده الشط اللي لك ماشي يبقى ده هيدروكيفلس نعم ده معناه ان في كرونيك انكريز اوف
ده انتراكرينال بريشر مش اكيوت حاجه كرونيك كرونيك انكريز اوف ذا انتراكرينال بريشر اللي يعملوا حاجه من ثلاثه اول حاجه سوتشر قفلت قبل ما عنها خلناها في الانتراكرينيوم الستينوسس الاحتمال الثاني يكون سبيس اوكيوباينج ليجن اسس سيستمال كلوما هي ما تقول كل اللي انت عايزه الاحتمال الثالث يكون سوليد تيومر سيربرايد مكتوب عندكم في مذكرة النيورو تحت مسمى انتراكرينيال هايبرتنشن كويس كده طيب ده كرونيك انكريز اوف ذا انتراكرينيال يا ترى هو مين في دول ذا كرينيال سينوسس ولا انتراكرينيال سبيس اوكيوباينج ليجن ولا سوليد تيومر سيربرايد اللي فتك شكل السكال نورمال السكال ده شكلها مدور كده ومقلوب طبيعي لو بصيت على السكال هتلاقي شكلها مش طبيعي بوينتد من فوق هنا في اضطراب شبه زي السكال لو لقيت عندك سيلفر بيت الابيرنس وفي اضطراب شبه ذا سكال يساوي حاجه واحده كرينيو ستينوس يبقى كرينيو ستينوس انا بعرفه ازاي تلاقي عندك سيلفر بيت الابيرنس ومع اضطراب شبه زي السكال مش شرط بقى مايكرو كرينيوم والقصه دي كلها يبقى اي اضطراب شبه ذا سكال ومعاه سيلفر بيت الابيرنس يساوي كرينيو ستينوس لا تكون معك لو انا بقول هو لو سيلفر بيتر سيلفر بيتر ومعاه ابنورمال شيب يساوي كرينيو ستينوسس سيلفر بيتر ما معهوش ابنورمال شيب يساوي ثلاثة بما فيه كرينيو ستينوسس ليه لان ممكن يقفل كل السوتشر مع بعض نيجي بقى الاكس ري صراصير حديثي الولادة أنا حديث الولادة يبقى كفالك بارد أسفشير بارد الله ينور عليك مرة دي لو بصيتوا الآيات دي وشفنا الكفالك بارد وأسفشير بارد مش هتلاقي الكفالك بارد أسفشير بارد مرة معنى ذلك الكفالك بارد صغير صغير لي إيه اللي يقلل الكفالك بارد يا إما مخه صغير نسميها مايكرو كبير يا إما سوتشر قفل السوتشر قفل قبل معايا لكن لو السوتشر قفلت قبل معانا لسه اي حاله لازم الاقي دي ابنورمال شيب وسيلفر بيتن كبير حد شايف سيلفر بيتن خالص فلما ما انتش شايف سيلفر بيتن يبقى الواد عنده مايكرو كيفالي يبقى مايكرو كيفالي ان انا ما عنديش سكال صغيره لكن ما في سيلفر بيتن مش كده وبس تلاقي السوتشر مفتوح لو بصيت في الاكس راي دي هتلاقي السوتشر هنا مفتوح الاكس راي الثانيه باين جزء من السيجيكال واللمبايد ورا تمام ايا كان السوتشر مش مفتوحه فقالت هنا مفتوحه ومعدي سيلفر بيت يبقى ده مايكروكيت طيب لو بصيت في الاكس راي ده هتلاقي في انتراكيكال ستيشن موجوده في الكافيتي بتاع اللاتر فنتركل اللي بيسموها بيري انتريكل كاسكيشن بتاع السايتو ميجالو فايروس هنا بتاع السايتو ميجالو فايروس تمام كده الافضل في الامتحان تقول انترا كان كلاسيكيشن فور ديفرنشا دايكوس نعم انا بقول ده سايتو ميجالو لا انا بقول ان الولد ده عنده سمول سكال سمول سكال يا اما كرينيو ستينوزس مش هيبقى معايا يا اما مخه صغير مايكرو كده لو كرينيو ستينوزس هيبقى في ابنورمال شيب وعندي سيلفر بيت هنا لا في سيلفر بيت ولا في ابنورمال شيب يبقى يمشي مايكرو كده تمام كده؟ نعم؟ مش انا بقول كفالك بارد ارتفيشال بارد مرتين في الولد ده لانه لسه موجود كفالك بارد مش ارتفيشال بارد مرتين انا اللي بقول لك ما قلتش تقليل هو تبقى قد ايه؟ قبل ست سنين لازم قد ده مرتين بس مش هو طيب بعد كده احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي ناخد درس مشوار
الاسبوع اللي جاي معنا يوم الثلاث ويوم الحد حد وثلاث اكسري ساعة واحدة ونص، هناخد كل الاكسري على بعضها في وقت بياخد ساعة ونص، ساعة واحدة ونص الثلاثة، وبعد كده هنشوف حالات الحالات اللي هنجيبها داون، وهنجيب حالة ريكتس، وهنحاول نشوف حالة تلترا تمام يجيبوها لنا. اما المرازمس والكشر فور احنا بنتبنى هنشرحهم في النظري، وفي نفس الوقت حالاتهم اسقاط كرونيك كيسز، وبالتالي ما بيجوش بره في التروس، واخدين بالكم؟ فدول ثلاث حالات اتفقنا، التلترا والريكتس والداون هنشوفهم. نعم، هو يعني ده كلش موجود او ما حالته نادره جدا. نعم، ده حالته قليله بس احنا موجودين بينزلوا، هنقول على الارض موجود لكن قليل، ده الكوش كلش موجود مش عايزين ده. الامتحان ان شاء الله، الامتحان ان شاء الله هيبقى اثنين وثلاثه، يعني يوم اربع وخميس، امتحان اربع وخميس الاسبوع بعد القادم. احنا فضلنا بعد الاسبوع الجاي مره واحده، ممكن نديها خلال الاسبوع القادم برضه. يعني انا بفضل انا ممكن اديها يوم الاربعاء، بس الناس على بعضها، الناس ايه؟ على بعضها، عشان نبعد عن قصه الاسبوع اللي بعديه في تقييم ومفيش تقييم، واللي عنده تقييم وده يجري عشان مش هتسافر غياب والقصه دي كلها. فممكن احنا نديها يوم الاربعاء ونطنش الراوند تماما. اسمعوني بس، تبقى حصه ايه؟ طيب. الحصة هنقول داتا شو، نراجع كل الأطفال، كل الكلينيكال كيسز اللي هي عليكم، ما عرفناش نجيبها، احنا هنشوف كوشر فور الداتا شو انتايمد عليه وكل حاجة، هنشوف مرازمس في الداتا شو، هنشوف كل الحالات الساينت كلها هنشوفها، مش كده وبس، هنشوف الانفكشن هنراجعه في الداتا شو، الحاجات اللي عليك، هنراجع النيناتولوجي في الداتا شو كويس، يعني حتى الكارديولوجي، حتى الهيماتولوجي، حتى النيكرولوجي، كل حاجه، كل برانشات الاطفال بنعدي عليها في الداتا شو. وفي فيلم بعديها فيديو، الفيلم ده بيقول لي يونيتال ريفلكسز، وهنشوفها مع بعض غير بعد ان انا بشرحها برضه على داتا او سلايد، فهتشوفوها صوره حيه تمام. هتشوف سايز اوف مينينجال ريبيتيشن برضه موجوده، هتشوف نيورولوجيكال اكزامينيشن برضه فيديو وتشوفها قدامك زي مشاهد الخير والسوري بيبي الى اخره. فهي وقتها بياخد ساعه ونص كويس، لازم الكل يكون حاضر، لازم الكل يكون حاضر. هنبتدي مع بعض يوم الاربعاء اللي هو الاسبوع القادم، الاسبوع القادم يبقى الاسبوع القادم الكل هيحضر مرتين. هيحضروا ايه؟ مرتين. المره الاولانيه كل على حده، يعني ثلاث وحد منفصلين، ثلاث وحتى منفصلين، والحصه الثانيه هنخليها اللي هي هنقول فيها الداتا شو يوم الاربع، وبعد الداتا شو ناخد بريك وعيد الاكس راي للكل للمره الاخيره. طيب الاربع مش عارف بعد ساعه. طب هنا يا دكتور برضه؟ نعم. هنا ان شاء الله. لا ما هو عنده مكان ثاني هنا، مكان ثاني ياخد الكل في مكان كبير. يعني حاجة بسيطة خالص، يعني ده ساعة
الصبح حتى في الكلية وكل مش أي مشكلة. عشان السلة تبسك واضحة الشكل ده موجود عندكم، بتصور عندكم.
ده نادرا عشان السنه ده الصوره ده نادرا بيقول ده احد كده انا مش هقول الرشه بناخد خط يا اولاد اقول اقول عندكم يعني ما تلخبوش دماغكم مش عشان تدوروا عليه ما تلخبوش دماغكم هنا ادي باخد خط كده على الروف اوف ذا اورد خط على الروف اوف ذا اورد تمام واجي اخد من الابر شو كده خط عمودي عالي خط عمودي عالي زي ما انتم شايفين كده اللي فوق الخط ده كفال البارت واللي تحت الخط ده ايه فيش بس ده كفال وفيش ايه تاني ده قلتها 100 مره لو حاجه ولا صعبه تاني بناخد خط على روح الظهور على روح خط خط عروف الظهور خط كمان خط بس يكون عمودي على الخط الاولاني الخط اللي جاي من ايه؟ من الابر جو كده اصبح الخط ده بالعرض ده قاسم الجزء ده اللي فوق كفايه واللي تحت ايه؟ ايش ممكن من اول السنه الثالثه الفوري دكتور هناك في فرق اكبر ولا في فرق هنا اكبر ولا لا لا ما في نعم لا انت رحت برضه ما عندهاش حاجه في التلفزيون هو الموضوع عندك دلوقتي الأبر جو عندنا هنا حوالين البونز البوندري ده صوت الشادو هنا معدي السوتشر لاين ده معدي السوتشر لاين ده بنسميه كابوت ساكسرين ايه الكابوت ساكسرين يعني هو نازل براسه بتاعنا تحصل له جديده في السكال وذا سكال موجود عندكم في الفيرس انجن بيعمل لي حاجه اسمها كابوت ايه ساكسرين ممكن يحصل هيمورج تحت البري اوبتا بتاع البون لو حصل هيمورج تحت البري اوبتا بسميه كفال هيماتوما بسميه كفال هيماتوما كفال هيماتوما يبقى سوفت الشادو بس ليميتد بالبون كل الكلام ده سبايكل محدش بيشوفه دلوقتي لكن ده حاجات موجوده عند خطوط زي ده كابوت كده بس اعمل في الزاويه دي نعم لا ايرون انت في حاجه انت موجود ازاي يعني GIT. خلاص
X-ray with contrast. The contrast that we have to do with GID is the barium. هو مين؟ البارium. أول حاجة في البلين X-ray الواد اللي قدامكم ده. إحنا بنحطه بإيدينا. نحط الولد راسه تحت ورجليه فوق. شايفين راسه تحته إيه؟ ورجليه فوق. وأهم علامة إن في كورين شادو اللي هو الأبيض ده في الأناتوميكال سايد أوف ريج. لما نعلق الأكوان في الولد ده راسه تحت ورجليه فوق قول لي إن ده انترفرت إيمج. من الحاجات اللي بتضيف بقى إن إحنا نحط الطالب بالإكس راي كده يقوم داخل قصص راي كده انت لما تعدلها اصبح الولد قاعد على فيزر يبقى عيب واخد بالك ما ينفعش لان احنا بنصوره كده الحقيقه مش احنا اللي بنصوره ليه لان الدفرنس هنا انا كطبيب اطفال بشخصها بتاعت الولاد ساعه الولد ما نزل انا عرفت ان عنده البرترز هنا لان حاجات الروتين ابص عليها كينس مفتوحه ولا مش مفتوحه يبقى هنا البرترز بتشخص منذ الولاده. امال لو عملنا الاكس ري على حاجه كلينيكال بتشخص مش انا بقى. ولذلك كان عندنا اعتراض بالاسم ان ليه درس الكلام ده بتاع الاطفال؟ اللي يعرف الكلام ده واللي يقدر هذا الكلام بتاع جراحه ايه؟ اطفال جراحه الاولى. هو بيعمل اكس ري بتاع جراحه اطفال ليه؟ يقوم قلب الوقت كده ويسيبه دقيقتين يقوم كل الحاجات اللي في الجي اي تي تنزل لتحت مع الجرافيتي. يقول جهاز تطلع ايه؟ لفوق. يلاقي نهايه الكولون جاي الشادو هنا. بتاع الجراحه ما يسموش الكلام ده. يقوم واخد الخط الازرق ده من نهايه السيكرم الى السيرفس جوبيت انتيور. لقى جاي الشادو تحتيه يبقى المسافه طويله يقول لك العمليه دي محتاجه ان انا اعملها على مرحلتين. مرحله اولى كروس بيك والثانيه تكون حاطه الجراف عشان يعمل ايه؟ انا في مصر. لكن لو الجاي الشادو ده فوق يبقى دي قريبه يبقى عارف نفسه يعملها عنوان ايه؟ سيشن. لكن مش عشان تشخيص عشان قرار ايه؟ الجراحه. ده انترفرتيش. تاني حاجه في البلين اكس راي الاكس راي انتهيت. ان يجيب لي اكس راي زي كده تلاقي الولد عنده ابدومينال ديستنشن. بطنه منفوخه زي ما حضراتكم شايفين كده. وفي مالتيبل فلاويد ليفل. احنا طبيعي عندنا واحد او اثنين ماكسيمم ثلاثه فلويد بتطور الولد في اي وضع في الاريكت بوزيشن لازم يكون واقف لازم عادي يكون ايه؟ واقف فتلاقي مالتيبل فلويد ليفل شايفين مالتيبل فلويد ليفل مع ابدومينال ديستنشن لما تلاقي مالتيبل فلويد ليفل مع ابدومينال ديستنشن ده يساوي عندنا انتستاينال اوبستراكشن اول سؤال بيتسال هو الولد ده كلينيكالي تعرف ان عنده انتستاينال اوبستراكشن ازاي؟ اقول له يا بيه اول حاجه في السكه مسدوده ادام السكه مسدوده يبقى انا هيخرج لا حاجه تقيله ولا خفيفه فالولد يبقى عنده حاجه اسمها ابسولوت كونستيبيشن الام تقول لك عنده انساب شديد حتى الدكتور ما بيطلعش اي ريح حتى من تحت سكه واقفه السكه وقفت تبدا الانساب تتحرك جامد جامد عشان تخش الاوستراكشن يبدا يجي له كونيك ابدومينال كونيك طيب هو قاعد يطفح والسكه مسدوده يقوم جاي له ابدومينال ايه؟ ديستنشن بعد كده يرجع بقى كل الحاجه اللي جمعها دي كيلو بيرسيستنت ايه؟ فوميتنج لكل حاجه من دول استثناء كل اسباب الانتستاينال اوبستراكشن بيبقى عندهم ابسوليوت كونستبيشن ما عدا الانترسبشن الانترسبشن ما بيجمعش معاهم انتستاينال اوبستراكشن ما بيجمعهمش ابسوليوت كونستبيشن كلهم عندهم باراليتيك ايليس اسف كلهم عندهم كوليك ما عدا الباراليتيك ايه؟ ايدس. الباراليتيك ايدس سبب كبير جدا من اسباب الانتستاينال اوبستراكشن. لكن ما تعملش كوليك. كلهم عندهم ابدومينال ديستنشن ما عدا الهاي اوبستراكشن. لو عندي هاي اوبستراكشن هيفضي اول بول ما يجيلوش ابدومينال ايه؟ ديستنشن. كلهم عندهم بريزيستنت فوميتنج ما عدا اللو اوبستراكشن. لان اللو اوبستراكشن ده عشان يرجع هيكون مر عليه يومين او ثلاثه هيكون واد مات يا اما يكونوا صلحوه فصعب قوي ان انا اشوف بيرسيستنت فوميتنج فلو اوبستراكشن. ايه بقيه الاسباب الثانيه بتاعت الانتستاينال اوبستراكشن اللي هو الهرنيا البلفرس يعني ايه بلفرس ده قلوب لف عن نفسه انترا تايم اسف انترا بيريتونيال فايبروزس ودي بعد اي جراحه ممكن يحصل شويه فايبروزس
تمام. بعد كده اللي عندك ميكس زي بالفكره الى اخره. اهم حاجه الحاجات اللي احنا قلناها يبقى تعالجه ازاي؟ اعالج السبب اللي هو سواء الاستراكشن اعالجه سواء ميديكال سواء ايه؟ سواء سيرجيكال. الحاجه اللي بعد كده ويز كونتراست. اول حاجه في الكونتراست يا اولاد المريم ساعتنا ممكن اصور العيان وهو بيبلع ده بنسميها مريم ايه؟ اسود. تصوره وهو بيبلع. وادام هصوره وهو بيبلع يبقى انا هصور دي. اتفضل يا صاحبي بس. من فوق. المشكله ديت بعمل له ايه؟ احط له الحقيقه في بقه عشان
يعني الساكلينج ليه؟ لان اثناء الساكلينج البايلورس بيحصل لها ايه؟ كونتراكشن. لكن لو ما بيحصلش ساكلينج البايلورس ريلاكس، وادام ريلاكس اي مصدر اثناء الريلاكسيشن ما تقدرش تحد مين؟ المصدر، لانها بتبقى سوفت. فلازم اخليها كونتراكتد. لما تلاقيها كونتراكتد تحسها هنا في الرايت هيبوكاضيا في حجم التاتونه، لما اولد سايد ايه؟ ماس، اولد سايد ماس بتاع البايلورس. وحلها سهل قوي. حل سهل ازاي؟ ان بيعملوا حاجه اسمها بايلورو مايوتومي. بتبان ازاي؟ بتبان يا اما الاستومك كده مقفوله خالص، اللي هو البايلورس مقفوله خالص بنسميها بلايندين. يا اما لو في سنجل ستريكشر يعمل لي حاجه اسمها بوست ستينوتيك دايلاتيشن. بوست ستينوتيك دايلاتيشن يبان في الباريوم زي امبريلا، زي الشمسيه كده نافوره، تمام؟ بنسميها امبريلا ايه؟ ساين. يا اما لو سيجمنت ضيقه، سيجمنت الضيقه دي لو الباريوم ماشي خلالها تبان زي خط ابيض يسموها سترينج ايه؟ ساين. وكل ده ممثل عندكم. ايا كان اي استمر لتساوي الكونجنتال هايبرتروفيك مايلويد ايه؟ استينوسس. اخر حاجه في الشيء اي تي اللي هو الكولون. اي كولون حضرتك تشوفه قول ميجا كولون، قول ايه؟ ميجا كولون. والتصوير بانيوم انيما، بانيوم ايه؟ انيما. ايه فكره الميجا كولون؟ احنا يبقى في كونجنتال ميجا كولون. الكونجنتال ميجا كولون فكرته ايه؟ المفروض لو عندي فيكال ماس هنا، فيكال ماس، فيكال ماس بتتحرك ازاي؟ لما بتزيد الفيكال ماس بتضغط على الوول اوف ذا كولون. احنا عندنا في الوول اوف ذا كولون حاجه اسمها الستريتش ريسبتور، او اللي احنا بنطلق عليها الجانجليون سيلز. الجانجليون سيل دي لما نضغط عليها تقوم عن طريق اشاره للسباينال كورد تخلي السيجمنت اللي وراها يحصل لها كونتراكشن تزق، واللي قدامها يحصل لها ريلاكسيشن تتوسع. فعشان تتحرك في اتجاه مين؟ في اتجاه الريكتا بتاعتها. هنا المشكله الواد ده في الكونجنتال ميراكول، او اللي احنا بنسميه هيرش سبرانج ديزيز، ان العيان ما عندوش جانجليون سيلز. وادام ما عندوش جانجليون سيلز ايه اللي يحصل؟ السوله ما بيتجمع، اللي ورا ما بيزقش، واللي قدامها ما بيوسعش. فيبتدي يتجمع لحد ما يفتح في البريشر. فالام تقول لك ايه؟ الواد يا دكتور بيقعد بالاسبوع عنده امساك، ما بيدخلش الحمام خالص. على اخر الاسبوع بطنه ليها الطاقة، لان مليانه بيه بالستول بتاع الاسبوع كله. مش كده وبس، الستول خلال الاسبوع ده البكتيريا الفلورا قاعده شغاله عليه، تعمل له فرمنتيشن، فتخليه بدل ما هو سوليد تلاقيه سوفت. يجي اخر اسبوع ربنا يفرجها، البريشر عالي، يكون هيطرشها. يدخل الحمام. مجرى والله جميعا. تلاقي الولد يدخل الحمام كل العمارات اللي حواليه ايه؟ تطفش. ليه؟ الام تقول لك هو بيدخل مره واحده كده. هيوج اماونت اوف دايريا للستول، زي فلوس الستول، نازل زي الميه. وريحته بقى يا دكتور الاربع بيقول لك اربع خمس ايام بره البيت. ليه؟ على اساس ان الريحه لا تطاق، لان ده فرمنتد ايه؟ الستول. دلوقتي ده قبل ما يعمل حمام، لو حطيت ايدك على بطنه هتحس مين؟ الكولون. اشخصه ازاي؟ مش بالاكسري. اشخصه ازاي؟ ياخد بايوبسي من الوول اوف ذا كولون، الدايجنوستيك. النيرف ده في اكسس اوف جانجليونيك ايه؟ سيلز وعلاجه سيرجيكال تريتمنت. طيب ايه الاذر كودس اوف ميجا كولون؟ اي واحد عنده امساك مزمن، اي طفل عنده هنا فيشر، دول اكثر تروجين في الاطفال، يبقى عنده هنا فيشر بيبقى امبيجوس كارديس فيشر. يورينري سيستم. اخر حاجه هو معلومه خاصه. طبعا ده كله راضي ده ايه؟ اولا ما بينزلش عندنا في نصف الاطفال الا في وقت الدكتور ماجد اشرف نور، فهي لوحده الكلى بيت الاطفال ما بتنزلش يورينري سيستم. المعلومات المطلوبه عنه طفيفه جدا. اما في الازهر ففي حاجات كتير قوي عندهم اليورينري سيستم. يا اما برين اكس راي يا اما اي في يو. انا فضلت بالظبط ربع ساعه. بتستحملوني. ربع ساعه. الاي في يو بنستنى الاتي. طبعا انا بقول اي حاجه على الريسيستم. الفيو بتاعها انتر بوستيريور، لازم تطور الحوض.
قبل ما بص على اي حاجة بص على دول. ممكن يبقى عندنا سباينا بيرسا في الفرسيبري, ممكن يبقى عندنا بروجينتا في هذا التيمر في حالات الايه ال نيجي بص كده على الاكس راي ده, ماشي سابقا ان قبلين اكس راي الفيو انتروبوسفير تمام, العرض السليم قادر هادو سليمر والبول كويسه الفرسيبري حلوة, لكن في حصوة هنا ايه الحصوة دي باينة في البلين اكس راي هي راديو اوبيك ستون. الراديو اوبيك ستون هي اما حاجة اسمها كالسيوم اوكزاليت يا كالسيوم فوسفيت. كالسيوم اوكزاليت بيبقى طالع منها زوايد زي ما انتم شايفين كده زوايد كالسيوم اوكزاليت ستون. كالسيوم فوسفيت بتبقى لها ويلد ماركيتد بولدر, بتبقى لها ايه ويلد ماركيتد بولدر. انا هشوفها بعد شوية. خلي كالسيوم اوكزاليت ستون مالكش اي معلومات اكثر من ذلك. لو جينا بصينا على الاكس راي ده هيك عندي مالتيبل ستونز بايلاتر حصلات هنا او هنا. ادام بايلاتر يبقى في البلفز وفي الكدني, بايلاتر يبقى في الكدني. عندنا محمد صلاح فهيم عنده اشاعه او امتحانات الاشاعه دي تجيب لك حصوه واحده على الناحيه اليمين, حصوه واحده تجيب لك الناحيه اليمين عشان تقول لي ايه تورينا الستون. لا ادام في الناحيه اليمين محصوره واحده قول لي دي الستون يا جول الستون. هفرق زي ما بين لينا الستون وجول الستون يعني الصناعي. لو نعمل لاتر فيو لاتر فيو جول الستون تبقى قدام لينا الستون تبقى ايه ورا, لكن دي باي لاتر يبقى دي لينا الستون. بص على البوردر دي ويند ماركيتد بوردرز مفيش اشواك او زوايد طبعا من ايه بني كالسيوم فوسفيت ستون كالسيوم فوسفيت. اي في بي الاي في بي بقى احنا بنصور العيان بتاعنا الاي في بي قبل ما اعمله الاي في بي اركز على النقطه دي. لازم يبقى ليه مقشر طبيعي, لازم يبقى ليه مقشر ايه قبل تصوير اي في بي لازم نتاكد ان ليه مقشر نورمال. اي في بي اشعه بتتبع على المسالك البوليه انترا فينا يوروجرافي او مايوروجرافي صح يوروجرافي. طيب بنعمل ايه اتاكد ان لينا الفانكشن كويسه نكون حاقنين يا اولاد امبول يوروجرافي امبول او اثنين. بعد كده تصور بتبدا التصوير من بعد خمس دقائق. بعد خمس دقائق بنحقنك الثوره اول حاجه بنبدلك في ده البلفز اوف كيدني قالي الكدني اليمين وقالي الكدني الشمال. ده اللاست لاب يا اولاد, ده اللاست لاب الناس اللي بتقلب ده اللاست لاب. يبقى دي كي 12 يبقى ده الكدني الاولانيه اوصل ال كام؟ الكدني الثانيه ما بين ال 1 وال بعد كده دي ويكتر يا اولاد يبان على الترانزيست سبايكل ده بتبري انترابتد كده حتت فيها وحتت ما فيهاش دي عشان بريستاليسز وبعد كده يوصل للثلاثه في المكان. طيب ده انت تشوف اي بي ده نورمال لكن هنا معايا سباينا بيرفيدا هنا سباينا بيرفيدا زي بقول لك قبل ما تبص على اي حاجه بص على مين؟ على البول عندك فيها حاجه ولا لا. ايه الابنورماليتيز بقى اللي ممكن نشوفها؟ ممكن ابص على الاكس راي ده هيك الاقي الاتي. اول حاجه في مارك دايلاتيشن في البلدوس بتاع الرايت كيدني اسمه هايدرو نيكروس. اليوريتا السليم ولا مش سليم؟ سليم والبلادر فيها معناه ان ده بارشال ايه؟ اوبستراكشن. طيب ادام اليوريتا السليم ولا اوبستراكشن في البلدي والبلدي جنكشن هنا؟ طب ايه اللي عمل اوبستراكشن؟ لو بصيت ادي الصبغه هي وادي الصبغه هنا لكن في الجزء اللي فيه كارثي ريفكت معناه ان في حاجه هنا مش شايفه في الاكس راي دي تمام؟ ايه اللي جاب بيعمل هذا الكلام؟ نوع من الحصوات لا ترى في الاكس راي ما اوف ذا ريت او ما فو اسم يوريك ستون او يوريك اسيد ايه ستون. الناس عندهم هايبر يوريسيميا يوريك اسيد ستون. دكتور هو كده الاوبشن ده هنا عندهم لازم يكون هو لازم. طيب اول حاجه الكيد الثانيه اخبارها ايه؟ الكيد الثانيه اخبارها ايه؟ مش موجوده دوروا عليها مش هتبقى موجوده. ليه مش موجوده؟ جاي مولود من غيرها كونجنتري ابسنت جاي شايلها عامل نفريكتومي جاي مش شغاله نون فانكشن يا اما حصل ايرلي
اكسكريشن دي خلصت والثانيه لسه بتنكس ايا كان حاجه ثالثه كان خالص يعني. الإشعاع الأشعة الثانية ديت مالكش دعوة بالتوز دي كبني خالص، التوز دي كبني مالكش دعوة بيها. ممكن تبص على الإكس راي الأخيرة زي هي الأخيرة فعلا قبل الباكتس. عندنا هنا إيه؟ عندنا هنا هايدرو نكروزز جامد جدا وهايدرو الخرطوم مقطوع في هو والبلادر ديستندد يبقى الاستراكشر فين؟ فين؟ في اليوريثرا. ممكن يكون عنده حصوة أفلام، ممكن اليوريثرا دي يعني فراكشر أوف إيه؟ يوريثرا أو حاجة تانية اسمها بوستيريور يوريثرا فاتس، بوستيريور يوريثرا فاتس. تمام كده؟ برضه الكلمة التانية مش باينة ليه؟ للأسباب اللي إحنا قلناها. بالنسبة لي اللي معايا الصفين الأولانيين واللي ورا هيسمع اللي أنا هقوله عشان بعد كده حواليه الدمونستريشن اللي موجود.
بقى يحصل الكابينج موجود والبروتينج موجود، في كابينج وبروتينج، لكن البريك اختفى وستوبت البلاين اوف ايه؟ كالسيفيكيشن ابيض اهو، بلاين اوف ايه؟ كالسيفيكيشن ابيض اهو. ده معناه ان الولد دخل في مرحله ثانيه اسمها ايليك تيك، اسمها ايليك ريس، اسمها ايه؟ ايليك ريس. يبقى لو البريك موجود اسمه اكتف، لو اللاين اوف كالسيفيكيشن ده موجود اسمه ايه؟ ايليك ريس. احيانا نجد كل ده مع بعض، بمعنى ايه؟ تعالى بص كده، الولد عنده ايه؟ برودينج وعنده كابي، لكن استيل في فريج مع لاين اوف كالسيفيكيشن، في فريج مع لاين اوف كالسيفيكيشن. ده معناه اكتف تو هيلينج، ما اقدرش اقول اكتف، ما اقدرش اقول هيلينج، طب اقول اكتف تو هيلينج ايه؟ فريج. ده لاين اوف كالسيفيكيشن حصل يبقى هيلينج فين؟ وانا الفريج لسه موجود يبقى انا بدات في الاكتف ايه؟ بنسميه اكتف تو هيلينج ريكت. طالب قال اكتف صح، طالب قال هيلينج صح، ما في مشكله. لكن في ظاهره ثانيه في الاكس راي جايه، ان انا لو بصيت هنا ادي البري اوبتيك، بل البري اوبتيك نفصل من تحت هنا، واضح اهو خط ابيض تحت البون منفصل عنه. الخط الابيض المنفصل عن البون ده حاجه بنسميها دبل بري اوبتيك لاين، نتيجه اكسس اوستيوب تيشو ديبوزيت تحت البري اوبتيك. اللي حضر معايا امبارح بالنسبه لحصه النظر فين الكلام ده، اللي ما حضرش هيعرف هذا اليوم هذا الكلام في حصه النظر ليه حصل. تمام، بنسميه دبل بري اوبتيك لاين. يبقى في عندنا دبل بري اوبتيك لاين هنا نتيجه اوستيو تيشو ايه؟ ديبو. ولا معنى ايه؟ بس مش خط منتظم، في فريق Thank you.
احنا هنا بنتبنى قلنا ده نهاية الريديوس والأمنة الطبيعية وادي شوان سبيس اهو. هنا بنتبنى لو احنا شايفين كل ثلاث شوان سبيس دي لان هنا في كارتر سبرولي كريشن يبقى في واحد شوان سبيس. ده الشكل الطبيعي ما بين الريديوس والأمنة. لو جينا هنا هنلاقي ده هنا بروت في برودنينج مش كده وبس في كابينج موجود وجزء ده مش منتظم زي شعاع كده طالع منه او زي بتاع الفرشة اللي هو بنسميه ايه الريك. كل الفريق ده موجود يساوي اكتف ايه ريك. الدنس هنا الطبيعية هنا الدنس دي اقل ده يساوي اكتف ايه ريك. دكتور هو لازم على عبسين بتاع طبعا طبعا لازم على عبسين يعني هنا اثنين كاربون بني على عبسين بتاعها تمام. طيب لو جينا بقى شوفنا هنا الثاني ترينو. نيجي هنا بقى نشوف الولد ده بدأ ياخد علاج. نيجي بعد العلاج نتصوره هنلاقي الشنط سبيس رجع لورا. الحاجه الثانيه الكابينج ما زال موجود والبرودني لكن الفرينج اختفى واستبدل بلاين ابيض خالص. لاين اوف كابتيشن ده حاجه اسمها دور البروفيشنال كابتيشن ده رفعها بالنظري تمام. ده دور البروفيشنال كابتيشن بدا يتكون فيها واختفى الفريم. هذا نسميه ايه؟ ايلينج ايلينج ريبلس خط الابيض تمام اسمه ايلينج ريبلس. بعد كده احيانا يبقى لك التو فيزز مع بعض البروتينج موجود كابيت موجود لكن الشغل ده مش منتظم على الخط الابيض. لو الخط الابيض ده بس يبقى اسمه ايه؟ ايلينج ريبلس. لكن كون معاه الجزء المشرشة بتاعك ده معناه الفرينج ريبس اللي بيحصل فيه بعد اللي بنسميها اكتف هيلينج ريبس. لكن لو طلب عليها ان اكتف صح لو طلب ان هيلينج صح الجزء اللي انا عايز اقوله لكم الفري اوبتم هنا باين اتفصل عن البون اهو. الفري اوبتم اتفصل عن البون اللي بنسميه دبل ايه؟ دبل فري اوبتم لاين. ليه؟ عشان في ستيشن دي شو ديبوبل في هذا المكان. ها؟ حسب المرحلة اللي هو بعد كده الولد خف خالص. لما خف خالص كل حاجه اتصلحت لكن لسه في اثار السيك لاين اوف كالسيفيكيشن في الوقت ده. طبعا العضل ده بينزل لان ممكن طالع يبص عليه والطبيعيه خالص ما بينزلش. بعد كده الموزايك بس الرسم بتاع الكرونيك الاسف اللي هو بينا الاوبسيدي عظم حته سويسه واكبر ست دقايق نتيجه ماركت هايبر بارا فيبوتس سياتس فيبروتا سلك. بعد كده بتاعت الكرونيك هيموليتيك انيميا ادي شكل الموزايك بدل بتاعت الكرونيك هيموليتيك انيميا ولا في الكربل بون زي تعريفه الرخام هنا طريق بتاعتها عامله زي الرخام. Do
دكتور 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 عايز ركز بس مفيش حاجه في عيني وقت الدور مين اللي ما شافش بقى عشان اوريهم هبعده بقى تعالى بقى الفريج ده مش مظبوط خد بقى على كل ده جوه اقعد اقعد بقى استحمى اقعد اقعد هنا اقعد ما تبقاش طبع خراب لا ادي الكاربل بونس 1 2 3 4 5 6 عمره 4 سنين كل ده جوينت سبيس هنا ده جوينت سبيس باجي هنا في الاكتيف بريكت كل ده جوينت سبيس كل ده جوينت سبيس او اذا كان كاربل سكور ريشن تعالى هنا بقى هنبدا في هنا برودينج يعني اللي هو ان اكبر من الميد شيست مش كده بس في كابينج وجزء بتاع الكابينج ده من تحت شرشر عامل زي الفرشه بسميه فريك تمام البون ديست هنا اقل من النورمال كل ده من ستيشن اوف اكتف ايه بريكس لما بلعنا العلاج لقينا فيه برودينج مازال موجود كابين لاين اوف كابتيشن اتكون لكن الفريك ايه اختفى ده سمي هيلينج خط الابيض مش فريك هنا لو في فريك يبقى ستيل اكتف طيب لو قررنا الاثنين مع بعض فايده انت عندك برودينج عندك كاري لكن مكان فريم مع لاين ابيض انا من لاين ابيض يبقى ده هيلينج وانا من كريم فريم يبقى ده ستيل اكتف يبقى ده اكتف وهيلينج ايه؟ بريكس ادي لك الاكس ري هنا لان الدبل في الاوستر لاين واضح دبل في الاوستر لاين واضح نعم لو في بيرك فان اول ثرو ماشي لحد تحت بس نعم ما هتاخد نظر خدتش حتى الاولى طيب طبعا انا بقى اضطر لما عين خف خالص هلاحظ بقى كل ده احنا مش موجود هتلاقي كل حاجه ده اللي هي ريكتس تك لاين اهو موجود كل حاجه طيب الرينال استيستوفي زي عظمة اولا في فريم جاي من تحت وفريم في اللور اند اوف الرينر والعظمة متلوثة خالص اكبرهم من الست دي سميهم ايه؟ رينر بس دي اسمها في جيوز ماس في ايتو فايب اوزا ماشي ده شكل الموزاين بس الاسعاب كرونيك وموزيتيك انيما زي ادور كان في الموجود لما في الشيء في هنا ولا في اوفر